شهدت مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني 44 بحضور الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وأصحاب السمو حكام الإمارات. وتخلل الحفل استعراض لتاريخ الإمارات وتراثها الأصيل عبر لوحات غنائية وفنية فضلا عن استعراض مميز للقوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة. وتفاعل الجمهور الذي ملأ مدرجات المدينة على اختلاف أعماره وعبر عن سعادته واعتزازه بدولة الإمارات وقيادتها وشعبها الكريم.